قول لهم جوا هادي ياسين، قول لهم جوا هادي ياسين هاد الباب. شدك يا ياسين. مرحبا. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من المدينه الجديده، وبالضبط كنتواجدوا معكم من مارشيت القرب حي السلام بعاصمه دوكالا. فكما كتلاحظوا خيرات البلاد موجوده، السردين موجود، الثمن ديالو اليوم 13 درهم هنا بمارشيت القرب حي السلام بمدينه الجديده. احنا دائما كنتواجدوا مع ياسين. ياسين مرحبا بك، شكرا انت على قناه تي في. ياسين مرحبا سي حسن، خير موجود اليوم؟ مرحبا سي زوج. فكما كتلاحظوا السلعه، يعني هذا الشيء من المرسى ديال المدينه الجديده، وما كاينش اللي كيزور مدينه جديده وما ياكلش السردين والشوايه ديال جديده اللي معروفه هنا. كيف كتشوفوا دائما القوله ديال سي ياسين، السردين مطنطه في الجيب. نعم الحقيقه نوكيا نوكيا نوكيا. نوكيا شو تبارك الله كي دايره السردينه. الله يبارك. احنا دائما مشاهدينا الكرام كنتواجدوا معكم من مارشيت القرب بحي السلام بمدينه الجديده، كنحاولوا نقربكم من الثمن ديال السردين هذا اليوم، فهو موجود بكثره الحمد لله والشكر لله بعد امطار الخير اللي تهطلت على مدينه الجديده. فالسردين حتى هو موجود هذا اليوم، اليوم الاثنين بعاصمه دوكالا بمدينه الجديده، بالضبط من سوق القرب حي السلام. كيف كتلاحظوا معنا يعني السردين باش صوي لا لا اعطوني غير نص كيلو دابا تنغدى ان شاء الله. نص كيلو هذا الحال صوبوا لي ولا ني ما كاينش ما نصوبي. ارميو فيش 260 انا